السلام عليكم بنات. سلام. كي دايرين؟ هذا اول اسئله ما طلبتش معايا. صافي ما بديتش. المهم نقدم لكم انا فؤاد. مرحبا بكم في قناه حياه. انا الرجل هاد السيده هاد الشخص المناسب و لا شوف صفقوا عليه حيت راه طوار في العربيه، راه ما كانش كيعرف هذا الشيء كامل. اكيد معلوم. انا كيعجبني نهضر العربيه ونتعلم، ولكن كندير الاقتصاد نتاع الكلمات. لا لا نكونوا من ذلك. المهم نحاول انني ما نهضرش بزاف العربيه. دابا انت باغي تهضر بالفصحى، يعني ليتيرال. معلوم طبيعه الحال. اكيد السيد مشى من الدارجه العربيه الفصحى. هادشي جميل. رائع. حسن جدا ليا. لا صافي صافي. نو بلوس سيريوزمون جينا نهضروا على واحد السوجي باش نعاونوا الشخص، نعاونوا صافي الجمهور. صافي نعاونوا الجمهور. جمهور الكوميك. وي. الله يلا. المهم حط لكم فيديو قبيله على حساب الفرحه ديالنا. غادي ديو موبا. بون نوفيل باسكو ميم مشينا نسولو كانوا يقولوا فريمون مع لي بروبليم مع لي زيتا اي تو بون بغاف سي با نوت سوسي، مي يا دي بتي بروبليم مع لي بوليتيسيان جو كوم سا كيقولوا ان سو مومون. قالوا هنا ديريكت ان سو مومون اي دون با بوكو دو فيزا اون فول دي دو سوسي. وي مشينا سولنا قال هنا واحد الراجل. بون ما علينا، احنا فرحانين بزاف لعقبالكم ان شاء الله يا ربي، الله يفرحكم وتجيبوا والديكم وتفرحوا بهم في ديوركم ان شاء الله يا ربي. بو بزاف اللي سولوني. شوفوا انا صراحه ما كنتش غير ندير هذا الفيديو غدا، كنت دايره انني ندير لكم فيديو واحد اخر، ولكن ملي شفت بزاف حياه عافاك قولي لنا لي زيتاب اللي درتي كامله. وانت الفؤاد غير جا من الخدمه قلت له شوف فؤاد بزاف راهم كيطلبوني على حساب لي زيتاب كاملين اللي درناهم باش هما يدخلوا والديهم ان شاء الله ويجيو عندهم ويفرحوا بهم. شنو تجيبوا دابا ورقه وستيلو؟ يلاه غنستناوكم. دروك شفتوا ملي كتشوفوا هاد الوجه نتاعي هنا في الفيديو، اما باش نضحك اما حاجه سيريوز. اما ما كتشوفونيش صافي دابا راه كيجيبوك. بون دابا جيبوا ورقه وستيلو وغادي نشرح لكم كامل لي زيتاب من ا حتى زد حتى يهزوا الباسبور ديالهم ان شاء الله ويهزوا الفيزا ديالهم. في الباسبور فيه الفيزا ان شاء الله. صافي جبتوا ستيلو ياك لا مازال؟ لايك دابا لايك. بغيت نقول شي حاجه، جو فوك في هذا الفيديو فريمون لي جون سي زون تروفي سا اوتيل الى عجبهم الى بارطاجيو ولا يبارطاجيو يديروا دي جيم اي سورتو بغيتهم كل واحد واخا واحد عمرو ما دار داك الشيء واخا عمرو واحد ما خلا كومونتير، بغيت الناس يخليو الكومونتير يقولوا لوغ زافي. اوكي داكور ميرسي جي سيري. اوكي ولا سي كيكو لا ديجا في مو جي با في سا مو جي في اوتر شوز. باسكو حنا نوريو واحد القضيه، مي تقدروا تمشيو عند مثلا اون اجونس بون تخلصوا اون اجونس اي سي ال كي سوكوب دو تو غير تعطيو لها الورق، مي حنا غادي نقول لكم كيفاش ديروا ديك اون فا ديك الاقتصاد ديروا نتوما بوحدكم بلا ما اي سي سامبل ملي كتشوفوا سي سامبل سي با ما سي با ديال فيلم باردون سقطت الهضره مي فلو كنقولوا في ساعه من غادي نبداو من غدا اون فوا كتبدي صافي يعني كيجيك داكشي حيت هما كيعطيوك ابخي لي زيتا غير خاص غير تبدي ابخي لو بلو دور سي تجمعي لي بابيي و سي هذاك لو بوتي دوت اللي كتقولي مي اسكو سا سوفي اسكو معلاش ما طلبوش هادي علاش سي جوست سا مي سينو سي تري سامبل واه لا بروميير شوز افير تمشي لا ميري اول حاجه تمشيو لا ميري نتاع مدينتكم تمشيو تدخلوا عند لا ميري وتقول لهم فوالا جو فو فير انتري ما مير كي او ماروك ولا ما سور ولا مون فرير المهم شي واحد ولا بلوزيغ بيرسون سي بوسيبل بغيتو تجيبوهم فرنسا جوست بور ان موا توريست جوست بور نشوفوا العيشه نتاعكم بزاف اللي سولوني واش فيزا لونغ سيجور ولا كورت سيجور دروك غادي نديرو لو سيجور فوالا لو كورت سيجور حيت علاش مي قلت لك اول مره كدير فيزا
اوبليجي عليك كدير لو كور سيجور عاد مي كتكون عندك الفيزا يعني اون فوا مره جايه بغيت عاوده تقدر دير لونغ سيجور حيت با لو دووا دير ديريكت لونغ سيجور. كما قال لكم فؤاد اول حاجه كتمشيو للمدينه ديالكم فين كتسكنوا كتمشيو لاميري البلديه. دونك انا ملي مشيت سمح لك قلت لها ملي مشيت قلت لها بغيت نجيب ندير فيزا لمون بير اي ما مير سي كوا لي دوكيمون اللي خاصها تعطيني. عطاتني واحد الورقه قالت لي لا تيستاسيون دافي هي قالت لي فهمتي هذيك هي سميتها لا تيستاسيون دافي قالت لي اول حاجه خصك ديرها لا تيستاسيون دافي عطاتني واحد الورقه مي بور فير هاد لا تيستاسيون دافي عطات لك ديك الورقه هذيك الورقه فيها نعمر الباسبور نتاع ما ونتاع با ونجمع لهم لي بابيي اللي خاصينهم يعني البابيي نتاع فؤاد اللي خدام انت ولا راجلك وسورتو الا كنتي مثلا انت مو الا عندك نبغي نقولها الناسيوناليتي حيت يا طول راه غادي تكون الناسيوناليتي لا لا يمكن لا يقدر يكون دو ماروكان فوالا وداروا الناسيوناليتي ومازال باهمها في المغرب بون الا عندك الناسيوناليتي انت ولا راجلك سي ميو تدفعوا بالشخص اللي عنده الناسيوناليتي حيت الناسيوناليتي كيقبلوها 100% نقدروا نقولوا واحد 90% توتاسيون الناسيوناليتي انهم يقبلوك حيت ما نقول لك ما عندهمش ناسيوناليتي مام الى راكو خدامين ان فرانس ا بارتير دو مومون راكو خدامين ان فرانس و عندكم داركم ان فرانس vous êtes résident donc en fait c'est il est مثلا في لو كوبل المراه مثلا ان اكزومبل المراه المغربيه والراجل فرنساوي يعني عنده لي بابيي فرونسي احسن يدير لو فرونسي فوالا فرونسي سي ميو مي الى المراه عندها تيتر دو سيجور يعني دابا دابا نهضروا اون جينيرال يقدر الراجل بغى يجيب لي بارون ديالو ولا المراه بغات تجيب لي بارون ديالها يعني كنت يعني كنهضروا قبل شوف فيديو حدا راجل ولا مراه اون فيت ليسونسييل il faut avoir دار وخدمه وخدمه فوالا اون بروف كي راكو فريمون عايشين في فرنسا ماشي نتوما جيتو كور سيجور وبغيتو تجيبو اون اوت فامي كور سيجور سا سي با بوسيبل يعني خص تكونوا خدامين وتكونوا يكون عندكم داركم دونك ملي كتمشيو لا ميري كنقول لهم فوالا باغ اكزومبل مي بارون غادي نديرو ان اكزومبل دي بارون جو فو رامني مي بارون ان فرانس بور ان فيزا كور سيجور كيقول لك اوكي فو فودرا لاتيستاسيون داكوي مي فواسي لي دوكيومون سي كوا سي لا كارت ديدونتيتي نتاع هذاك اللي عنده السكنه في فرنسا اللي عليه الدار بحال انا فؤاد فوالا اللي عليه الدار لي بابيي نتاع الدار بابيي نتاع الدار الضو ولا الماء ولا الفاكتور نتاع التليفون تاع الكونطرا كونطرا وي ابري وي سا سي اون بلوس سا سي با اون بروف سا سي اون بلوس اون بلوس دو هاد لا بروف نتاع الضو الماء ولا التليفون فو ديفي فورنير هذاك لو باي دو لوكاسيون يعني ملي كتكريو الدار ولا الى راكو شاريين لا سيرفاس دو متر كاري Voilà, parce que c'est ce qui est important. Mais si je fais une par exemple pour deux personnes, la radio, j'ai ou la 3 ou la 4 ou la 1, je fais ou la là. Ensuite, il faut bien évidemment les coordonnées, ça c'est obligé, les trois dernières fiches de paye. Mais si je fais une classe d'Yelko, il y a des kiffés, je suis le mec là, je suis trop fort de comprendre. Voilà, je te dois t'héberger. Et. Les passeports de donc les parents وجابت une responsable معاها وقالت اه وي ما قلتيش هادشي وي قالت شافت قالت نو سي بون سي اون لي بيان لو نيميرو دو باسبور سي بون باسكو ان فيت كنعمرو داك الدوسي كنعمرو لهم واحد الدوسي اوسي كنكتبو لو نيميرو دو باسبور لو نون برينون اي ان ميم طون كنعطيو اون فوتوكوبي اي هما ان فيت سي بور با ريكريغ هذاك الشيء اون لوغ في لو ترافاي سي جوست il faut que le truc ça correspond mais si c'est lisible c'est bon يعني الا نقدروا نقراو داكشي اللي في الصوره سي بون بون الا قدرتو تجيبو لي باسبور نتاع والديكم لي فوتوكوبي نتاع والديكم تجيبوهم زعما مزيان هكايا فوتوكوبي من الباسبور غتكون حسن سينو حنا بحالنا راه خويا صيفطوا لي في الواتساب وفؤاد خرج ديك الصوره نتاع الواتساب وقال لك كان شويه فلو انا ما عرفتش هادشي زعما اللي وقع في لاميري المهم قبلوا قبلوا الباسبور بون كما قلت لكم اول حاجه تمشيو لاميري تجيبوا ديك الورقه
غادي تعمروا فيها غير السميه نتاع المهم نتاع الباسبور غادي يعطوها لكم نتوما غادي تفهموا تعمروا فيها النمره نتاع الباسبور السميه نتاع باكم ولا السميه نتاع امكم ولا بجوجو ميام اللي تقدروا تجيبوهم وتعطوا لهم هاد لي بابيي اللي غادي المهم مكتوبين في الورقه تتفاصل في ديك الورقه اللي عطاوكم مكتوب واسمو خاصكم تجمعوا لهم المهم قال لكم فؤاد الكريا لا فاكتور نتاع الماء ولا نتاع الضو الخدمه الكونطرا نتاع لا ماشي الكونطرا 3 mois dernière fiche de paye au fait un passeport ta mère ou la passeport ta bac ou l'intérêt de juge franchement ma quête tu vois je suis ouvert la vérité هادشي تمشيو ترجعوهم لهم ملي تجمعوا لي بابيي ترجعوا لهم لا ميري مي ليسونسييل فريمون سكي امبورطون سي لو نيميرو دو باسبور اي لا سورفاس دو متر كاري هذا كتحطوا داك الدوسي انسويت وسمو قالت لك المراه قالت لي اوكي اون فو ريبوندر sous 15 jours à peu près environ. Donc voilà, c'est plus ou moins 15 jours. Mais tu m'as dit 21 jours à 4, qu'on est tranquille. Donc on va vous répondre et voilà, c'est possible que j'ai eu des gendarmes ils chauffent au dar si c'est bien grand et tout. Non, mais j'ai aussi. Donc on est tranquille. Mais voilà, Gatley, on va attendre qu'il y a l'accord de la mère parce qu'il a la mère ma brèche. La mère ou le maire elle est la mère ou la mère une femme. Il est ma brèche ou c'est sa décision. Si je sais. أول مرة مشي جيب ذاك الورقة باش نعمروها قلت لي مننا 10 أيام من جاوبوك ملي ما جاوبوش مننا 10 أيام بقيت كنقول سي بون ما جاوبوش راه سي ما بغاوش داك الشيء تقريبا 20 يوم قلت لكم 20 يوم عاد جاوبوا وحنا رسلت لفؤاد قلت له ديك الورقه واش فيها شي حاجه ولا ما جاوبوش قال لي اه وي رسلنا ولي قلت له اه وي رسلنا اه وي على 20 يوم عاد جاوبونا يعني داروا بزاف تاع البطال صافي جاوبونا فيت فوالا انا تحب لي غادي تجلي بريا ولا مي ان فيت نو il faut avec le numéro de téléphone parce que تخليو النمره ديال التليفون نتاعنا celui qui va héberger le numéro de téléphone de l'hébergeant يعني حنا خليت النمرة التليفون اي سي غراس ا سا لي سون اونلي باسكو ما يسيفطوش بريا اي تو دونك سون اتلي قالت لي وي مسيو فوالا فوتر دوسيي اي بري ا لا ميري مي كتقول فوتر دوسيي اي بري سا بدير سا ايتي اكسبتي وقالت لي نوبلي با لو تيمبر فيسكال دو 30 اورو الوغ قلت لها يا دو بيرسون باسكو نورمالمون سي 30 اورو بار بيرسون مي كوم سي لي بارون دو حيات يعني مزوجين اي سا فورم ان كوبل Et du coup, sur la demande, en fait, c'est un dossier qui comprend les deux personnes. Du coup, ça revient à 30 euros le dossier. C'est pas deux dossiers différents. Voilà. Matchumtouche. Par contre, si vous ramenez un frère qui habite à Oujda et une sœur qui habite à Fès, je pense que ça va être deux dossiers différents. Ça, ça va être 30 et 30. Oui, parce que c'est couple. En fait, mon copac, c'est un couple. Du coup, خلصنا 30 euros à la dossier différent de Zouj. Mais on sait jamais. On a خلصوا 30 على chaque personne. Oui. Mais هذه les tarifs. يعني دابا راه غادي ندير لكم حتى شحال ديال الفلوس غتخسروا في هذا الشيء. اول حاجه لا ميغي كتطلب منكم 30 اورو الا جبتي غير مامك ولا غير باك بوحدو ولا جبتيهم بزوج سينو جبتي كل واحد منا ولا من يعني بزاف العائله كبيره ولا شي حاجه راه شاك كل واحد 30000 30000 30000 المهم اول حاجه لي طاريف نتاع التامبر اللي عطينا لا ميغي هي 30 اورو 30000 بون التامبر جبتهم من البيرو تابا في كيبيعوا لي جورنو اي تو تامبر ديماتيرياليزي يعني كتخلص 30 اورو كيعطيك واحد التيكي هكا غير صغير فيه واحد الكود وهذاك التيكي يعني حاولوا عليه باسكو فريمون يقدر يتمسح يقدر يتوضر دونك كتعطيو داك التامبر لا ميري باش تقدر تعطيكم دوسيي اون فيت ملي كتعطيو لهم التيكي سي كوم سي خلصتيها ديريكتومون اي كتعطيك ان روسو نتاع كو لو تامبر ا بيان ايتي يوتيليزي انا عطات لي ان روسو بون غنحاولوا اننا نزربو شي باسكو سينو غادي يجي طويل اونسويت مور داك الشيء كتعطيك هذيك سميتها ملي كيعطيوك ديك الورقه الصفراء حيت عندها جوج سميات حيت في المغرب كيسميوها لي بورجمون وهنايا سميتها لاتيستاسيون اتيستاسيون داكوي غير باش تعرفوا ملي نقول لكم لي بورجمون ولا اتيستاسيون داكوي راه لو ميم اتيستاسيون داكوي ولا لو بورجمون يعني انك غادي تسكنيه معاك في دارك وانت غادي تكلفي بالمصاريف ديالو وكلشي والسكنه ديالو والماكله ديالو ثاني حاجه من بعد ما خرجت لنا ديك الورقه فؤاد دخل لواحد لو سيت سميتو فرانس فيزا انا نخلي لكم لو ليان تحت باش تلقاو كلشي باش تعرفوا لو ليان الصحيح اللي غادي تدخلوا له فرانس فيزا عمر فيه الفورمولير باش عمر داك الفورمولير بنمرة الباسبور نتاع ما ونتاع با بسميات ديالهم بلاصه فاش تزادو نمرة التليفون المهم عمر لهم داكشي
الماء وبا. غنخليها لكم التصويره نتاع لي ستاسيون داكوي هنا ولا هنا باش تشوفوا كيفاش دايروا باش تعرفوها الشكل ديالها من غادي يعطيوها لكم. فوالا كما قلت لكم غنخلي لكم لو ليان تاع فرانس فيزا باش تدخلوا له وتعرفوا لو ليان الصحيح. دابا انا اومون فاش انا كنهضر فؤاد راه كيسجل لكم وغادي نحط لكم واحد البارتي هنايا فيها فوق وجهي فيها كيفاش غيديروا. اول حاجه سي فؤاد شنو كنديروا فيها هي؟ الوغ بطبيعة الحال غادي اون فا كخي ان كونت دونك انا راه ديجا عندي الكونت كيما راكم تشوفوا اون وا دغوات هذاك لو بيرسوناج ها هو فوالا هذا الكونت دونك كتمشيو في مون كونت من بعد المهم اللي مع اللي فؤاد راه كخي ان كونت راه مكتوب تما كيكون مكتوب لكم كخي ان كونت يعني كديروا فيه السميه والايميل صافي السميه والايميل ensuite كتجي لكم هاد لاباج دونك هنا كاين لي دوموند و نتوما غادي ديروا كري اون نوفيل دوموند دون ان نوفو جروب كتوضعوا فيها دوكو غادي تعطيكم هاد لاباج. Donc étape 1, le formulaire. Étape 2, vous allez comme à peu près les tarifs. C'est pas 100% pile, mais c'est à peu près ce qu'il faut. Étape 3, rendez-vous. Donc vous allez trouver maintenant nationalité actuelle. Vous allez trouver la marocaine. Donc là, France Visa, très important. Il a dit qu'il est en France. France Visa, en fait, il faut vous mettre à la place de Hadak les barim chez le France. Donc, dire marocain. Voilà. Non. Ensuite, là, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un pays membre de la famille ressortissant à l'exclusion de la France. Donc, clé ou non, parce que Thomas est obligé de jouer en France. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Donc, Maroc. Voilà. Ville de dépôt, ça dépend de Ferraco. Maintenant, on va un exemple. Type de visa demandé. Voilà. On va court séjour. اصلا في لاميري اون لو دووان تاع 90 يوم اصلا كيكتبوا لك ديك الوحه تاع لاميري نسينا واحد الحاجه في هذاك تاع لاتيستاسيون داكوي باش يقبلوكم كيقولوا لكم كيل دات وي غادي يجيو كيل دات غادي يمشيو خصكم ديجا تسولوهم انتم في المغرب فوقاش بغاو يجيو فوقاش بغاو يمشيو ساشون كو عندكم 90 يوم حسبوا 90 يوم ابارتيغ دو لا دات دو ديبار اي لا دات de sortie. Donc bien évidemment on a le court séjour qui m'a goûté le com qui m'a goûté le com on a une date bon on a une date mais là je suis fermé le billet que doit être entre les dates c'est pas obligé de respecter vraiment les dates. Destination principale du séjour, ben la France. Document de voyage, passeport ordinaire. Numéro du document, bon, on a un numéro, on va mettre n'importe quoi. Date de délivrance, on va mettre n'importe quoi aussi. C'est quoi le numéro de document de voyage? C'est le numéro de passeport. Voilà, je sais pas. Là, maintenant, on va mettre numéro de document. Document de quoi? Il y a un peu de temps. Votre projet, il y a un achat chez Wash, études, raison médicale, tourisme, visite familiale ou privée. Motif principal. Un arrêt de visite privée slash conjoint de français. Yani, moi de l'Ahada parce que moi je suis français et toi tu es. Il a fait une nationalité qui est visite familiale. Visite familiale, ça. Un arrêt de visite familiale. Et là, on est toujours de vérifier. Voilà. Vous avez besoin d'un visa sauf si, après qu'il y a des trucs, donc on a des trucs. Mais normalement, il y a besoin d'un visa. Tu n'as pas besoin d'un visa si tu ne fais pas ça. Allez, dire au suivant, on a vous avez saisi le numéro de document de voyage, confirmé, une fois validé, donc vérifiez bien ce que vous avez marqué. Donc, on va dire oui. Oui, tu vas dire oui. Mais on va dire oui. On va dire que vous avez un formulaire à remplir. أو يوري لكم فؤاد باش هكايا المهم حنا ولينا لكم كاع لي زيتاب صراحه غير اللي ما بغاش يفهم واللي ما بغاش يجيب والديه حيت حنايا بصراحه ما كرهناش واحد يورينا هذا الشيء حيت في الاول كنقولوا مين غادي نبدل هذا الشيء سي كومبليكي وهكا ولكن غير اون فوا كتدخلوا كديروا جديكم في العجينه كما يقولوا صافي كتسهل. دونك غادي في ذاك لو سيت انترنت فرانس فيزا غادي من تفوتوا هاد لاباج دو فاليدي وداك الشيء غادي يعطيكم ان فورمولير الفورمولير تاع مروه ليه ها هو بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه ما غاديش يوصل لكم بهذه الطريقه ديريكت وتعمروا لي كاز غادي يوصل لكم كيما لا باج دافون بلان دو بيتيت كيسيون كوم سا في دي كاري ديريكتون
نتوما جاوبوا في لي كيستيون يعني لو نون نتاع هذاك اللي غادي يجي نمره الباسبور لو برينوم نمره الباسبور لا دات دو نيسانس لا دات دو ديليفرانس دو باسبور لا دات ديكسبيراسيون نمره التليفون ah oui, très important, s'il y a plus de deux personnes, il faut qu'à chaque fois le numéro de téléphone il soit différent. Oui. On ne peut pas faire le même. Voilà, à la fin, merci d'être comme le gars avec le questionnaire ou marqué ou couché, avec des lots validés, on va dire que le PDF. Faire le format en PDF à télécharger. Il y a qui m'a raconté de chauffe, couché les cases, parce que c'est un exemple. Mais garde les informations, les cryptos tu m'as avec le site, regardez tout ce qu'on nous écrit là, il y a juste à imprimer ou tu dois avec vous le Maghreb, tu le là ou là tu le PDF ou imprimer ou tu moi, احنا انا la chance ان فؤاد كان كان جاي وجاب معاه كل شيء كنت غادي نمشي ومشيت فوالا وجبت ديك الفورم ملي فؤاد جا وجاب معاه هذا الفورميلير دابا كملنا من لاميريك كملنا من فرانس فيزا نحط لكم لو سيت واحد اخر اللي سميتو TLS Contact. TLS Contact راه كاين في كاع المدن يعني جو سي با نتوما مين كتبعوني TLS كاين وجده كاين فاس كاين مراكش كاين اكادير كاين الدار البيضاء كاين الرباط فين ما كنتو كاين واحد سميتو TLS غنخلي لكم لو ليان حيت مين كتدخلوا كاين يعني ان ليان بو كلشي المغرب من بعد نتوما كتشوازيو كيوريوكم واش بغيتو مراكش ولا بغيتو فاس ولا بغيتو فين غتاخذوا هاد الرونديفو حنا انا مثلا درت وجده وطينا في وجده خرجنا ان فورمولير اللي غادي نعمروه هذا الفورمولير كيخص لكم النمره تاع الفورمولير نتاع اللي قبل باش يعرفوك باللي راك ديجا درت لي طاب اللي قبل يعني شاك ايطاب مرتبطه مع لي طاب الاخرى غنوريكم ها هو دابا فؤاد دابا كيصور لكم هو هذا هذا هو لو سيت تاع انا ندير الكونتاكت ديالي باش نوريكم المهم انا دابا غادي ندخل الكود ديالي وندخل كلشي باش تشوفوا واسمو درنا A few moments later. بوقت باغي نحل لكم البنات الكونت ديالي باش نشرح لكم اكثر مي بلوكاوني حيت صاي الباسبور داو هادي اون سيمين و يعني غدا اون سيمين غدا تكمل اون سيمين وحيدوني ما بقاتش فاليدي الكونت ديالي بون ملي قلت لكم ك تكملوا لاميري الفورمولير كيجي تي ال اس هاد تي ال اس كتكتبوا وجده كتعمروا عاوتاني الفورمولير قلت لكم كتعمروه بواحد النمره اللي كتكون في الفورمولير اللي قبل نتاع الفرنس فيزا كيعطوكم النيميرو اللي عطاو لكم من الفوق راه كاين يكون مكتوب المهم كلشي كاين في داك الورق الاول باش تعمروا الورق الزاويه اول حاجه كتعمروا واحد زعما النيميرو دو باسبور نتاع باك وباك ان النيميرو نتاع الدوسي نتاع الفورمولير الاول النيميرو نتاع الفورمولير السميه نتاع باك وامك لا دات نتاع راني عاقله لا دات نتاع الزياده وداك الشيء نمره التليفون عاود كتهبط كتعمر نفس الحاجه نتاع باك كدا وكدا 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 من بعد كيقول لك بروندر ان رونديفو كتاخدي كتشوفي الا لقيتي شي بلاصه خاويه كتاخدي رونديفو ولكن ملي كتاخدي رونديفو عندك جوج سوايع انك تمشي تصيفط لهم الخلاص فكاش وفقاش وفقاش كتخلصوا على 316 درهم الا بقيت عاقله 316 درهم على كل دوسي الا كنتو نتي غتجيبي غير امك غتخلصي 316 درهم الا كنتي غتجيبي باك امك بزوج خاصك عندك 2 باش يتفاليدا لك هذا الرونديفو كتمشي كتخلصيهم في وفاكاش كتقول لهم بغيت نخلص رونديفو دو فيزا هما راهم كيفهموا دو فاصون سي بون كيصيفطوا لهم هما الخلاص من عندهم وكتزيني لهم درهم نتاع ترونسفير باش كتصيفطي صافي اون فوا كيوصلهم كيصيفطوا لك الفاليداسيون نتاع الدوموند نتاع الرونديفو ديالك تما كتبدي كتجمعي لي بابي اللي غادي يحتاجو غادي ندير لكم تصويره هنا في وجهي باش تشوف دونك لي فورمول دونك لي بابي اللي خصكم ها هما هنا كيما راكم تشوفوا فورمولير دو دوموند داتي اي سيني هادو ديك لي فورمولير نتاع فيزا فرانس فيزا الفورمولير نتاع فرانس فيزا هذاك اللي غادي تديوه للمغرب ديروا له يخرج لكم بي دي اف ديروا له فوتو يعني تخرجوه تكوبيوه récépissé France Visa justement ça c'est هاد الورقه اللي مكتوب فيها لي دوكيومون فورنير كيما راكم تشوفوا هنا الفوق مكتوب récépissé d'enregistrement كاين هي كتخرج مع France Visa كتخرج مع لي دوكيومون كاع هادشي كتجي مع لي دوكيومون ensuite خصكم une photo d'identité كل واحد فوتو كيطلبوا زوج 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 وي زوج زوج si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire d'une note verbale.
si vous n'êtes pas ressortissant de votre pays, يعني لما راكوش ساكنين في المغرب مي راكو تعيشو كيما فيه يعني après ça c'est le document ça c'est le document à part un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans important minimum ouais يعني الحاجه اللي ما كتشوفها ان ما عندكم في الديوان حيت ما كطلب ما كت justificatif de la nationalité française du membre de la famille انا درت la carte d'identité ديالي je suis français justificatif du lien familial avec le ressortissant français ou son conjoint. نتاعي انا مشي درت لهم كوبي انتغرال معايا فوالا درت لهم كوبي انتغرال وي درتها في اكليم مشيت لاكليم داك الوقت عقلتو من كنا ناكلو بيزا وقلت لكم راني كندير شي بابيي مهمين ان شاء الله من بعد نبارطاجيهم معكم هي هذه كنت مهبط لاكليم ودرت كوبي انتغرال Ensuite, pré-réservation du billet aller-retour d'avion, d'autobus ou de bateau. Bon, pour l'Hnaya, même si nous avons de l'agence, nous avons une préservation du billet, nous avons ouais. une agence. Mais tu chef le site, tu as un billet, mais tu as un pré-réservé. Voilà. Ça, c'est impossible. Tu as un billet ou tu as Voilà, tu as un billet qui peut être les agences. Et après, les agences, مثلا وحلتي في شي حاجه ما كيحسبولكش الدوسي كامل الا مثلا بغيتهم غير ريزيرفي بريزيرفيو لي لافيون نمشي عندهم يديروا لي غير هذاك الشيء ويعطوني لي طاريف نخلص لهم غير ديك السيرفيس اللي داروا لي ان فيت نو اون سافي با كو لي اجونس بوفي بري ريزيرفي ان بيي دافيون بو حنا كنا في واحد البيريود اللي رخيصه وجاتنا مزيانه و شريناها شريناها المهم نقمتنا غير رخيصه 1000 درهم الي روتور بجوج بهم يعني مخيره كاع ولكن بلا باجاج ما خلصناش الباجاج حيت اون فوا كتبغي تخلصي الباجاج كتصدق لك يمكن الباجاج تخلصي عليه اكثر ما كتخلصي على البيي وحنا مازال اوني با سيغ واش غتخرج الفيزا ولا ما تخرجش حنا كنا يعني طلبوا لنا غير الفول حنا غادي نقطعوا الفول والباجاج يقدروا من بعد مثلا يزيدوه في البيي ولا نصيفطوه في الكار غادي نبقى مرخص فوالا حنا شريناهم يعني حنا دابا كيما نقولوا كبينا الماء في الرمله ومازال يعني درنا شي حاجه وي بلا ما نعرفوش غادي يقبلوا يعني كانت غادي تمشي حتى ديك 1000 درهم اي واحد الحاجه تري امبورطون يعني واخا تخلصوا هاد الفيزا تخلصوا ديك 300 اورو ولا ما عرفتش شحال نتاع لا دوموند سي سو ريفوزي ريان اي رامبورسي فوالا والو زيرو يعني كذا كلشي كيمشي فوالا سي هما يقبلوا يقبلوها ما يقبلوش تشاو سي فيني سا ساريت لا يعني ما الا بغيتو تعاودوا الفيزا تخلصوا عاود 300 عاودوا شوف انا كنصحكم مثلا لقيتوا لو فول غالي في ديك البيريود اللي كنتي غتجيبي ماما ولا باباك روحي عند لاجونس قولي لها فوالا انا بغيت بريزيرفي بريزيرفاسيون نتاع البيي بور ما مير تخلصي على داك السيرفيس اللي دارت لك وصافي يعني هي على لو دووا لي زاجونس عندهم الحق انهم مثلا خدامين يعني داك مع الطياره وداكشي يقدروا انهم يديروا لك ديك الخدمه مي انت بيرسونيل انا كتقدري ما تقدريش حنايا خلصنا يعني شرينا لهم البيي قطعناه وحنا ما عارفينش واش غادي يقبلوا لهم ولا ما يقبلوا لهمش فوالا هذه بالنسبه للبيي شنو مرها اونسويت يعني البيي خاص الالي والروتور خاص الدوالي والالي والروتور le salarié il a par exemple vos parents les religieux واش خدامين ولا ما خدامينش الا خدامين خصهم كونطرا دو ترافاي ديكلاراسيون دو سالير مهم خصهم كوارت الا خدامين كلشي مكتوب هنا كلشي مكتوب او الا ريتريت لا بونسيون دو ريتريت اتيستاسيون دو بونسيون اتيستاسيون دو بونسيون اتيستاسيون دو بونسيون الا كانت امك غادي تجي مع باك خاصهم هي ما خداماش خاصكم ديروا لها بعدا في لاجونس كيديروها لك هذه القضيه يعني اوبليجي انك خاصك تمشي لاجونس ولا بون يمكن غير لاجونس اللي يقدر يديرها لك ولا كاتب عمومي حتى كاتب عمومي يقدر يديرها تمشيو عند لاجونس تقول لها فوالا هذه هي القضيه اللي داروا لي انا لاجونس حيت انا ما كنتش عارفاها وملي مشيت سولتها حيت كان وقع لنا واحد المشكل اننا ما كناش عارفين غير تفوت 2 اور على يعني اننا دينا رونديفو غير تفوت جوج سوايع انا صافي الرونديفو كيمشي وما عندكش الحق تخلص حنا وقعنا هذا الغلط ورجعنا درنا الدوسي من جديد انا وفؤاد في واحد النهار كانت فريمون ستريس ورجعنا شدينا رونديفو ومشينا كنجريو الوفاكاش باش نخلصو بو هذاك السيد نتاع الوفاكاش ملي وقع لي المشكل الاول قال لي راه كاينه واحد لاجونس غير هنايا في الدوره روحي عندها سوليها راه مضريفين غادي يعطيوك زعما جوابك بلا ما تخلصي حتى شي حاجه غير استفسار تمشي تستفسري وصافي هذاك الشيء اللي وقع مشيت عندهم او فريمون ظريفين بزاف بزاف راه كاينين في حي السلام اللي محتاجهم يقد يمشي عندهم راهم دايرين لي درابو تما حدا بين قهوه وكاينه مخبازه
وكاين لافاج فوالا لافاج فوالا هذوك تقدروا تمشيو عندهم. كاينين تما جوج بنات ظريفات ظريفات بزاف 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 حي السلام. سميتها سعاده الا بقيت على عقلها سميتها سعاده. المهم هذوك البنات قالوا لي ان الا فات جوج سوايع ما عندكش الحق خصك تعاودي ديري لهم دوموند وتعاودي تصوني لهم التي ال اس ويعاودوا انيليو الدوسي. المهم خدمنا ديك الاخر. المهم انتم انا قلت لكم غادي مثلا تلقاو رونديفو غير تشدوا رونديفو ديروا فاليدي هذا فاليدي تمشيو تجريو عند وفاكاش باش تخلصوا فوالا تخلصوا لهم قلت لكم الثمن ديالهم باش هكايا يكونفيرمو لكم الدوسي هذا اول خلاص عاوتاني نتاع 316 درهم. بون فين وصلنا؟ فوالا وصلنا تما الوكاله ان الضمانه ان باك الا كان غادي يجي مع ماماك يدير لها الضمانه انه هو غادي يتكلف بها حيت عنده لا روتريت ولا خدام سواء خدام سواء عنده لا روتريت انه هو غيتكلف بالمصاريف نتاع الام ديالك حيت ما خداماش. ولا بجوج خدامين كل واحد يجيب لا تيستاسيون ولا بجوج متقاعدين يجيبوا لا تيستاسيون دو بونسيون كتجيبوها من الصندوق نتاع التقاعد تمشي عند الصندوق نتاع التقاعد تقول لهم عطوني لا تيستاسيون نتاع البونسيون ويعطيوها لك تما تما جابها با فوالا. انسويت لي زوريجينو دي رولوفي بانكير دي 3 ديرني موا فوالا تاع باك ولا تاع امك اللي عندها كونت ضروري خصكم ديروا لها كونت في البنكه سي ميو باش يقبلوا لكم وتحطوا فيه على الاقل واحد 3 ولا 4 نتاع مليون يكون في الكونت. هذه غادي تجيب لهم واحد لاتيستاسيون بلي عندكم ديجا واحد الكونت بانكير وتجيبوا الغولوفمون تاع 3 موا يعني مثلا تيبغي يدخلي مثلا باك مثلا في الشهر الجاي هذا الشهر زعما تدفعي له فيزا خص على الاقل واحد 3 شهور ولا 4 شهور تكون حليتو لو كونط في البنكه ويكون عنده الفلوس فيه. هما يديروا لا سيكوريتي ديجا ان فرانس مي كيشوفوا هاد السيكوريتي ان مثلا يقد يجي عندنا فوالا يقد يجي عندنا مثلا بغيت يسرق نسمح فيهم ولا شي حاجه. المهم هما انهم عارفين انهم عندهم الفلوس في البنكه انهم يقدروا يجبدوا فلوس من لا بنك. هذه غتكون حتى هي سيكوريتي ليهم سيكوريتي للدوله. Ensuite, attestation d'accueil. Bon, bah, c'est Hadek qui est dans la mairie, il est à tout le camp. Voilà. Ça, c'est Hadek d'abord, il dit quoi? Ouais. Ou Galouli Hadek, l'agence Galouli, il est quand même nommé de l'attestation d'accueil. Là, l'hébergement, c'est bien le flémien, le dossier qui est très bien. عندنا الحق اننا نجيبوا والدينا ولا شي واحد من عائلتنا يزورنا حيت ما حناش ساكنين في الخلا يعني عندنا الحق ان يجيب شي واحد يزورنا. ملي حنا كنقولوا كنأسيمي والدوله الفرنسيه يعني لا ميري قبلت اننا عندنا الاستطاعه اننا نجيبوا والدينا بوركو غادي يرفيزو هما يعني ما عندهمش الحق فهمتوا يعني تقدروا تجيو ديروا هاد لي بيرجمون مهمه مهمه جدا اللي تقدروا ديروها. وي الوغ ان فرانس ميتها اتيستاسيون داكوي كيما هيك مكتوب هنا في المغرب قالوا لنا اتيستاسيون دي بيرجمون حنا قلنا لهم مي نو انا با في سا حتى في تيلي او هادي في لاجونس ماشي كنهضروا عند لي تي ال اس غير في لاجونس كانوا يهضروا كانوا يقولوا لك كنصحكم ديروا اتيستاسيون دي بيرجمون عندكم 70% اكسبتي قلنا لهم او نو نو سافي با حنا درنا حنا كنهضروا على نفس الحاجه وغير السميه نبدل اوغوزمون درنا جوجل ايماج اتيستاسيون انا كتبت اتيستاسيون داكو حيت هكاك عرفتها انا اون فرونس وخرجت لي واحد الصوره تاع داك لو دوكيومون اللي وريت لكم قبيله اي قالت لي بي وي سي سا اللي فيه واحد الورقه هكا سي سا قالت لي هذيك ملي كتكون 70% دوسي كيتقبل وي فوالا والحمد لله تقبل. اي لا ديرنيغ شوز سي اون اتيستاسيون داسيرونس ميديكال دو فواياج هذيك كديروها في لابونك لابونك ديالكم هذيك دار ب 40 اورو ب 400 درهم فوالا باش كديروها حنايا نورمالمون الا كان باك غادي يجي وتقدروا ديروا غير وحده حنا درنا اتيستاسيون بور لي دو فوالا حنا درنا لهم كل واحد بوحدو الوغ لما كانت تصلح هاد لاتيستاسيون تاع الفواياج الله يستر الله لا يقدرها على شي واحد الله يستر مي الدنيا والزمان والله ما كيعرف فين باش يتبلى وقعت لهم الله يستر شي حاجه الله يستر وادات الوفاه الله يستر ولا شي حاجه مهم لهلا يجعلها ولا لك تبع على شي واحد ان شاء الله الله يحفظكم والديكم ويحفظكم ليهم تقدروا انكم تاخذوهم الطياره وتوصلوهم للمغرب بكل اريحيه يعني بلا ما كتبقى تطلع وتهبط يعني ديك هذه لاتيستاسيون تاع الفواياج ولا لاسيرونس تاع الفواياج هي كتكلف بكل شيء يعني لا بنك ديالهم في المغرب هي اللي كتكلف بكل شيء انهم يمشيو للمغرب فهمتوا. المهم الله يحفظكم والديكم ويحفظكم لينا مي الواحد كيدير اي حاجه تقدر توقع في الدنيا اي ميم بو جو سي با يتهرس من اليد ولا من الرجل ما عرفتوش دخل فيها حتى المالاد ولا ما دخلاش جو بونس خصنا نقراو عليها باش نشوفو دخل فيها حتى المالاد باسكو سي اسيونس ميديكال سي با مور
في جو بونس لوجيكمون جو بونس وي دونك فوالا وي من بعد ما تكملوا كل شيء يكون عندكم رونديفو غادي تمشي باش تدخل رونديفو باش تمشي تشوف الرونديفو ديالك واحد الحاجه حنا درنا لهم ترجمه نتاع عقد الزواج اللي ما مطلوبش في الفورميلير وغادي نقول هكذا دابا وغادي ما طلبوه لهمش ياك باش سي بان بون ان فيت الا عندكم دي دوكيومون زياده فوالا ديو هادشي اللي طلبوا ياك واللي قلنا لكم ولكن انا فؤاد خلى كونطرا دو طرافاي خلى الكونطرا نتاع الدار خلى الصالير ديالو نتاع 3 موا خلى لاكارت ناسيونال خلاهم عند خويا يعني خلاهم في الدار قال خويا قال لهم دي هادو زياده ديهم طلبوهم ما طلبوهمش ملي مشينا ديك لاجونس قالت لي ديال ضروري ديروا العقد مترجم تاع الوالدين ديالكم انا قلت لها راه ما قريتش هادشي في الانترنت وما طلبوهش قالت لي الا ضروري وهذيك صاحبتها تقول لك الا العقد ضروري مساكنه المهم ما عرفوش ولا ما عرفش المهم قالوا لي الا ضروري مشينا درناه ب 35000 35 باش كديروا الترجمه نتاع العقد و ملي مشاو ما طلبوهمش نهائيا المهم هاد لاجون كاملين اللي ديبون اصلا وداكشي حاولوا مثلا نتوما وخوتكم حيت التعاون بيناتكم وداكشي وجمعوا بيناتكم وقضيوا هاد الغرض لوالديكم حيت كطيح شويه غاليه زعما الواحد بوحدو با فوالا ملي كتمشيو هادو ديروا ما ديروش ولا ما تسمعوا للناس زعما حيت ما طلبوهش نهائيا من مشاو النهار نتاع رونديفو نهار رونديفو كتخلصوا كتخوفها هو الواحد الواحد 800 درهم الواحد باش كيكون عندكم باش يشوفوا لكم الدوسي ويدفعوا لكم الدوسي 800 درهم بلوس اللي بغى يدير في اي بي كيخلص 360 او 350 316 درهم المهم 33 اورو بحال هكا 33 اورو الواحد 33 اورو للما 33 اورو للبا باش يديروا في فوتو في اي بي يفوتو هما الاولين نهار تاع البونديفو وعندهم 20 فوتوكوبي وعندهم اهم حاجه انك الا نسيت الورقه شي ورقه مهمه نسيتها عندك لا جورني كامله انك تمشي تديها لهم حيت الا مثلا نسيت ورقه وما عندكش هذا الفي اي بي غادي تشد رونديفو واحد اخر وداك رونديفو واحد اخر غادي تعاود تخلص عليه 316 درهم باش تشد رونديفو وتمشي عاود تصيفطها فوا فاقاش المهم باش حنايا اول مره كنديروا هذا الشيء قلت لخويا قلت له غير خلصها وزيدها اللهم تخلصها ولا بقاو عاود طلعوا نزل وعندك الحق ان يدخل معك شي واحد من ولادك شي واحد اللي قاري شي واحد اللي غادي يقضي على هذا الدوسي وهذا الدوسي وهذا الدوسي صافي هذاك الشيء اللي درنا في اي بي ودخلوا هما الاولين مشاو رونديفو عندك الحق في 20 فوتوكوبي عندك الحق تي نسيت شي ورقه وعندك الحق انك يدخل معك شي واحد اللي يشرح لهم كل شيء خلصت ان تروك تري امبورطون اوسي اوكي كتبوه في غادي يضحك في الرونديفو تاع تي ال اس وي البس اورون ديروا نو ديروا الدوسي كيما قالوا لكم الا قالوا لكم نيميرو 1 فوتو نيميرو 2 اتاستاسيون داكوي عندكم تقلبوا ديروا اتاستاسيون داكوي داك الشيء كان غير كتبوا صافي والله فريمون قالوا لك ديك البنات اللي طاح فيهم ظريفات بزاف اتاستاسيون نفس الكوستيم وديروا السيره جو سوسيور ما تمشيو لا لا قالوا لي والله قالت لي ماما باقي اللي طاحوا في واحد البنت زوينه بزاف 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 بون ما نقولوش هكا وي فا اتونسيون ما نقولوش هكا باسكو يقدروا لي زابوني يتيحوا في دي جون با دي بلاص وي انتوما اورغانيزي فو سافوار كو ايز افي في اي بي بيتيت يا دي جون كي بوغون با بيي داك في اي بي وغادي يتيحوا في شي ناس لي تا با في اي بي اون سون فو دو تو تو احسن ما نقولوا والو وي انتوما صايبوا الدوسي كيما طلبوا لكم في لي ديالكم ديروا داكشي اللي قالوا لكم فوالا كوم سا ما تندموا على والو باسكو الا كلمتو جوج ورقات و يرفيزو الدوسيي و 300000 مشات 100 درهم 300 درهم المهم تخونتو شنو بغيت نقول لكم من بعد ما مشاو داكشي دفعوا الدوسي تاعهم شافت لهم لي بابيي كاملين هادوك الزياده اللي داهم فؤاد حنا قلنا لها قالها خويا قالها عندي هادو زياده الا بغيتيهم ما تحتاجيهم قالت له واحد مزيان مخير دابا جبتهم دابا نجيستيفيو بهم الدوسي باش تقبل دات الصاله نتاعو الكونطرا نتاع الخدمه الدار المهم داك الشيء كامل اللي خلا فؤاد داتو زادتو في الدوسي واخا ما مطلوبش يعني قالت سي بارفي سافا ابوي لو دوسي يدير الدوسي يزيد لينو فوالا
المهم اذا عندكم مثلا راجلكم عنده ناسيوناليتي ولا انت عندك ناسيوناليتي سي ميو تدفعوا بالناسيوناليتي سي ميو باسكو كيكون لا شونس كثر لي شونس نتاع هادشي كثر فوالا دفعوا الدوسي قالت لهم الدوسي كامل مكمول كلشي هو هذاك كلشي مزيان كلشي مريقل نتمنوا الخير قالت لهم من بعد 15 يوم غادي نجاوبكم وفعلا من بعد 15 يوم نهار الاربعاء فريمون الاربعاء صيفطوا لهم ميساج روحوا هزوا الباسبور ديالكم 15 يوم بالنيشان الدوسي ان شاء الله الرباط ديريكتومون ان شاء الله الرباط ومن بعد اون فات نتوما ملي كتحلوا الكونت انا كنت حل الكونت باش نتبع داكشي انا كنت تي ان اس فوالا تي ان اس انا اللي كنت حليتو بالكونت ديالي وكنت كنتبع الخطوات الدوسي فين مشى وكذا كانوا صيفطوا لي انا الدوسي مشى للرباط مازال ما جاش عاد كنستناو يعني كيكتبوا لكم ان اورانج سي با الي اون كور عاد كي في لا ديمارش فوالا تالي من حليت نهار الاربعاء الصباح حليت لقيت كلشي خضر باقي غير داك نتاع بخي غوندي تهز الباسبور ديالك قلت لهم راه تمشيو تهزوا الباسبور ديالكم مشاو قالوا له راه الرباط كتصيفط ميساج مع 9 الصباح باللي الباسبور راه عندنا ولكن راه مازال ما وصلناش اون فوا يوصل غادي نصيفطوا لكم ميساج وفعلا غير رجعوا للدار شويه مع ديك الثلاثه وصلهم ميساج روحوا هزوا الباسبور ديالكم فوالا ثلاثه مشاو هزوا الباسبور وراكم شفتوا رده الفعل غادي نخليها لكم حتى هنايا في هذا الفيديو التالي والحمد لله يعني تكللت بالنجاح وعطاو لهم الفيزا ديالهم نتمناها لكم ان شاء الله يا ربي لوالديكم وان شاء الله غادي يجيو في التالي نتاع هذا الشهر ان شاء الله في لافان تاع الشهر نتمناو ان شاء الله يفوت كلشي بخير ويجيو بخيرهم وصحيحتهم ان شاء الله يا ربي والعقبه ليكم ان شاء الله بغيتو اي سؤال واحد اخر عندكم شي حاجه هاك وهاك ما فهمتوهاش رجعوا صيفطوا ميساج وان شاء الله غادي نجاوبكم انا وفؤاد كنقولوا شكرا بزاف على الوقوف نتاع حد فريمون قدرنا بزاف انا وياه صوتو داك النهار اللي مشى لنا كلشي ورجعنا عاود صايبنا الدوسي من جديد وداك الشيء هذاك الشيء ما طيحوش في الاخطاء اللي حنا فيهم حنايا راحنا عاودنا لكم كلشي يعني دابا عاد راه الفيديو غادي يجي طويل غادي يجي فيه شي ساعه ولا شي حاجه ماشي با غراف مي حاولنا اننا نشرحوا لكم مزيان فرانشمون لو كون انا جبرت اون فيديو ديسبليكاسيون كيما حنا نديرو سو ايتي بارفي باسكو ديك 2 اور مثلا ما كناش عارفين حنا شدنا رونديفو لا خلاص كيكتبوها غير ما رداش البال وما رداش البال ما تيبقى تردي البال كاع داك الشيء سي فري مي بون فاشمون فرحنا قلنا باسكو باش نشدو داك الرونديفو عطانا واحد الكالندري ما بغاش يكون خضر لي دات المره الاولى اي اون فيت اون كومبري كو من داك تي ال اس كونتاكت لو كونسولا نتاع وجده يبلع اون فيت سي يبلع فوالا حاولوا انه كيحل لي رونديفو حاولوا من بو تاخذوا رونديفو فيقوا مع 8 و 8 ونص تحلوا السيت نتاعكم وفي ساعه دوروا رونديفو حيت كي لي رونديفو كيمشيو في الصباح وفي العشيه كتلقاي كلشي مبلع كلشي مسدود ما عندكش رونديفو ولا رونديفو كيمشيو على بعد يعني كيعطيوهم شويه بعاد بحال داك النهار وكان كتب لنا اننا نشدو رونديفو في الساعه كان لو لون دو ماك كنا غادي نمشيو معاهم حنايا ولكن اوغوزمون ما شديناش داك الرونديفو حيت ما كناش عارفين ان خصنا نمشيو نخلصوهم وممكن ما كناش حالين وما كناش درنا شي ورقه ولا ما عقلتش كنا درنا هذيك الترجمه والترجمه كتاخذ شويه الوقت مي ما طلبوهاش البنات يعني غير دونك سي سير ريان ديروها مي بون دابا ما نقدرش نقول لهم سي سير ريان ديروها سي احسن ديروها مي بون مو جو بونس ما طلبوهاش ما طلبوهاش واخا دوك لي فيز ايتي تري جونتي لا فيريتي مي ان بوتيت شيبا حيت درتها عندهم حيت درتها عندهم حيت هما كاين عندهم مترجم في لاجونس وكدرسها في لاجونس مي بون ما نقدرش نعرفو حيت علاش حيت فرنسا ما عندهاش ما كتامنش ان خصو يكونوا مزوجين حنا هي اون سون فو يعني عندهم هنايا مزوجين لا مطلقين لا ما مزوجين كاع ما مسوقهاش هذاك الشيء ما كتطلبهاش مي المغرب كيحاكرو شويه بزاف ان خصك مي بون انا كانت عندي ديك الكوبي انتيغرال باش تكون عندي كوبي انتيغرال خاص ضروري المكبه كيكونوا مزوجين باش تكون عندك كوبي انتيغرال فهمتي هذاك الشيء المهم قبلوا يمكن غير على حساب هذيك الكوبي انتيغرال مي بون درناه وما طلبوهش فوالا هادو هما لي كاع لي زيتاب حنا شرحنا لكم كلشي التفاصيل دابا مع شحال الساعة خاصنا نمشيو 11 خاصني نحاول انني فؤاد يخدم لي شي مونتاج الا قدرت غير هاد البارتي اللي كنت كتحط داكشي نتاع كتبت ابخي المونتاج الاخر غادي نديرو انا غدا ان شاء الله ونحاول انا نحكي لكم فيديو غدا ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا بزاف 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 على لي ميساج ديالكم ما تنساوش كذلك باللايك ديالكم في فيديوكم التشجيع نتاعكم نقول لكم نبغيكم خير بطربين تلاقاو فين الفوقات الفيديو الجايه